اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على طاولة اجتماع الحكومة بعد إقرارها من المجموعة الاقتصادية. النظام القطري يسحب الجنسية من قبيلة كاملة بزعم اشتراكها في محاولة انقلاب سابقة ضد حمد الأب. وإصابة 6 جنود فرنسيين في عملية داس شمالي باريس، والشرطة تؤكد أن الحادث متعمد. الـ11 في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية ولمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيدا للموافقة عليها ورفعها إلى مجلس الدولة. يتناول الاجتماع متابعة لقرارات رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة، مع متابعة ملف توفير السلع وبطاقات التموين وتقارير الوزراء المختلفة. تستكمل اليوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقد كان رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة أعلن أن مشروع القانون سيكون جاهزا للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية سبتمبر المقبل. هذا وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة أن قانون الإجراءات هو الدستور الثاني في أي دولة، لافتا إلى أنه يوثق ويؤكد حقوق الإنسان التي لابد أن تكون موثقة بنصوص قانونية. قانون الإجراءات هو الدستور الثاني في أي دولة، لأنه يرسخ ويوثق ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان، وهو حريته، أمنه، شرفه، كرامته، التي لابد أن تكون موثقة بنصوص قانونية. الدستور لا يستوعب، الدستور بيضع المبدأ العام ثم بيحيل للقانون، القانون هو الذي يضع هذه الضمانات موضع التنفيذ بضوابط ثابتة وبنصوص، هذه النصوص هي الحاكمة سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة لسلطات التحقيق أو بالنسبة للمحكمة أو كل من يتعامل يكون أمام نص قانوني هو الحاكم في هذا الشأن. يغادر اليوم أول فوج من حجاج بيت الله الحرام للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج تمهيدا لسفر باقي الأفواج. وتبدأ شركة مصر للطيران جسرها الجوي خلال الموسم بنقل أكثر من 270 رحلة جوية إلى جدة والمدينة المنورة، مخصصة لنقل نحو 63 ألف حاج إلى هناك. وقد أوضح رئيس الشركة للخطوط الجوية شريف عزت أن مصر للطيران ستعتمد على طرازات الطائرات العريضة في أسطولها لتخفيف الازدحام في السفر وفي الوصول. أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية. أوضح حجازي خلال تفقده لإجراءات القبول بالكليات والمعاهد العسكرية أن الأفضلية تكون للعناصر القادرة على اجتياز الاختبارات المختلفة وفق المعايير المحددة دون النظر لأي اعتبارات أخرى. وأشاد حجازي بالمنافسة الشريفة ما بين الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، موجها الشكر للقائمين والمشرفين على مكتب التنسيق بالكلية الحربية وما يقدمه المكتب من تسهيلات وخدمات للطلبة. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد جرجاش ضرورة أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب،
ولا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية. أكد جارجاش عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر أن تعامل الدوحة مع تدخلها في الشأن الداخلي لجيرانها هو أساس خروج قطر من أزمتها، وأضاف أن حلول الأزمة تتمثل في التصدي لهذه المشاغل وأن الحل في شجاعة مواجهتها، مؤكدا أن الشجاعة والمكاشفة ضروريتان في ظل غياب الثقة، كما أن نجاح الدبلوماسية يرتكز إلى مراجعة الدوحة لدعمها للتطرف. كذبت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ادعاءات الخطوط الجوية القطرية بدخولها أجواء المملكة من الغرب. أكدت الهيئة السعودية استمرارها بالمقاطعة ومنع الطائرات القطرية من استخدام مطارات المملكة وعبور أجوائها، مشيرة إلى أن أجواء المملكة سيادية. يأتي هذا في ظل المقاطعة العربية لقطر منذ 5 يونيو الماضي نظرا لدعمها للإرهاب. في جانب آخر، وصف السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز قطر بأنها تشكل تهديدا للأمن الوطني السعودي بالتدخل في سياستها الداخلية وفي دعمها للمتطرفين. وقال السفير السعودي في حوار مع صحيفة واشنطن بوست إن الدوحة دعمت التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا وبعض الميليشيات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن المشكلة في قطر تكمن في أن حكومتها هي التي تمول الإرهاب وليس أفرادا بالدولة. في ناحيته، أكد رئيس وزراء مملكة البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة أن هدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هو صد السياسات التي تستهدف العبث بأمنها واستقرارها. وقال رئيس الوزراء البحريني إن التدخل بالشؤون الداخلية لإثارة الفتن وتهديد الأمن والاستقرار مرفوض، مشيرا إلى أن السياسات التي استهدفت الدول العربية استنزفت خيرات الأوطان وحولتها من واحة تنمية ومقاصد إلى جهات نزوح. فيما له صلة، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تتطلب من الجميع وحدة الصف والعمل المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات كافة. جاء هذا خلال استقبال العاهل البحريني بالمنامة لشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الكويت، الذي سلمه رسالة خطية من أمير دولة الكويت تتضمن آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. إذن هي المؤامرة القطرية. على مدار سنوات كانت قطر تنظيم الحمدين عنوانا وسندا للإرهاب في المنطقة، فما للإمارة صار الممول والداعم لسفك الدماء في الدول العربية عامة والخليجية بصفة خاصة. البحرين أكبر دليل على جريمة الدوحة التي لم تراعي يوما حرمة الدم والجوار، وعاثت في المنام فسادا ومولت مخططات زعزعة استقرارها ونشر الفوضى فيها. ومن أدلة ذلك ما كشفته التحقيقات البحرينية عن تورط الإمارة في تفجير الستر الإرهابي الذي وقع قبل عامين. يوما بعد يوم تتكشف خيوط المؤامرة القطرية على البحرين، فالإمارة تضمن الشر للدولة الشقيقة، تخطط في الظلام لنشر الفوضى والدماء في المنامة، ترسم الخطط وتمول الإرهابيين لضرب استقرار البحرين وزرع الفتنة بين مواطنيها. لسنوات عمل تنظيم الحمدين على ضرب البحرين، ولم تكن مؤامرته وليدة اليوم والأمس فقط، ففي العلن تعلن الإمارة دعمها لوحدة البحرين، وفي الخفاء تضع خنجرة في خاصرة المنامة لتقسيمها وإسقاط نظام الحكم فيها. جاء إعلان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن قائمة سوداء للكيانات الإرهابية والإرهابيين الذين تمولهم قطر دليلا على مخطط تنظيم الحمدين للعبث بأمن واستقرار الدولة الخليجية، حيث ضمت القائمة العديد من الأفراد والكيانات البحرينية التي تنشر الإرهاب في البلاد. وبعد أن بلغ السيل الزبا، بدأت السلطات البحرينية كشف تفاصيل المؤامرة القطرية، فأذاعت تسجيلات هاتفية بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة بن عبد الله العطية والبحريني حسن علي محمد جمعة سلطان النائب السابق عن كتلة الوفاق البحرينية المصنفة إرهابية، حيث كشفت التسجيلات تآمر رجلين على إثارة الفوضى في البحرين وبثها في قناة الجزيرة القطرية. أنا أتكلم وياك أبو خليفة، طلبت مني أن أنقل أي شيء بالنسبة إلى قوات الأمن وإعلان حالة الطوارئ. إحنا نتوقع سيل من الدماء. إحنا ما عندنا مانع نطلع حتى في الجزيرة الحين. هاي رسالتنا أن ما يجري اليوم هو بإمضاء خليجي.
توصل، بس انا ابغي القرى اللي الحين عقب ما كلمتك انا اللي صارت فيها مشاكل وشي، لان احنا ما عندنا مانع. كل قرى كل قرى خلاص، نعم. ما عاد في حمايه للشيعه في البحرين، ما عاد في حمايه للشيعه في البحرين، وهذا صوت ما وصلناه الى مرجعياتنا في النجف وفي قم وفي لبنان. ولان لدى السلطات البحرينيه المزيد، فقد كشف وزير الداخلية عن تجسس قطر على الأجهزة الأمنية في البحرين والتعاون مع إيران لنشر الفوضى في البحرين، فضلا عن تورط الدوحة في تمويل بعض العمليات الإرهابية في البلاد، ومنها تفجير السطر الإرهابي الذي وقع في العام 2015. في 2012 كان توصلنا دعم مادي شهريا تقريبا من جمعية الوفاق. الدعم يوصلنا من اللي هو شيخ حسن عيسى منطقة واديان، كان يعطي المبلغ شهريا، يعطي جعفر، شخص اسمه جعفر طوق، جعفر إبراهيم طوق. لم يقتصر التدخل القطري في البحرين على عمليات التجسس والتحريض الإعلامي ودعم وتمويل العناصر الإرهابية، بل تشير المعلومات إلى تأسيس قطر عدد من مراكز الدراسات والأبحاث استخدمتها كأذرع للتدخل في شؤون البحرين والدول الأخرى، منها مع بروكينجز والمؤسسة العربية للديمقراطية وأكاديمية التغيير. صارت الدوحة هي سند وعنوان الإرهاب بالمنطقة، كما صار مال الإمارة هو الممول والداعم لسفك الدماء وزهق الأرواح البريئة في البحرين وغيرها من الدول، الأمر الذي يزيد الجميع إصرارا على محاسبة تنظيم الحمدين عما اقترفته يداه. وفي الوقت الذي تلجأ فيه قطر إلى التجنيس ومن هؤلاء المجنسين مناصب حساسة في الدولة، فإنها جردت قبيلة الغفران كلها من جنسيتها ضمن إجراءات تعسفية يقوم بها تنظيم الحمدين. في الوقت الذي تحتضن فيه قطر أكبر قاعدة أمريكية في العالم، فإنها قامت بتجريد قبيلة بأكملها من جنسيتها، مع إنها كانت تقطن هذه الديار قبل قيام هذه الدولة بعشرات السنين. 6,000 قطري من قبيلة الغفران، وهي أحد فروع قبيلة آل مرة، سلبتهم السلطات القطرية حقوقهم الإنسانية بنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم، بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي، وذلك ضمن إجراءات يتعرض لها ذلك الفرع منذ محاولة خلع حمد بن خليفة، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب، واعتبرت قطر أفرادها بمثابة تهديد لأمن قطر. وطالت قرارات نزع الجنسية اللا إنسانية التعسفية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي استنكرتها المنظمات الحقوقية الدولية التي تعرضت لها الغفران، التي تستوطن قطر تاريخيا والضاربة جذورها في هذه الأرض عبر العصور، وامتدت لتشمل جميع أفراد عائلتهم بالتبعية، وتبع تلك القرارات إجراءات حكومية بفصلهم من أعمالهم ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة. لن ينفك عار ما حدث لقبيلة بأكملها عن جبين قطر، ولن تمحو آثاره السنين والأيام، فدائما ما تتشدق قطر بحقوق الإنسان وتتخذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول. فلا أمان في قطر بعد أن طردت أهلها واستقبلت الإرهابيين لينعموا في خيرها. نشرتنا متواصلة فيها بعد قليل. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن التحالف الدولي لا يملك صلاحيات لتنفيذ ضربات على أراضيه دون موافقته. أهلا بكم من جديد. أصيب 6 جنود فرنسيين خلال عملية دهس في ضاحية لوفلا وبيري بشمالي العاصمة الفرنسية باريس. وقالت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة تشن عملية أمنية واسعة النطاق كما نرى مباشرة لملاحقة سيارة صدمت هؤلاء الجنود. في تلك الأثناء أوضحت مصادر طبية فرنسية أن الإصابات 6 من بينها إصابتان خطيرتان. هذا وقال عمدة لوفال وبيري أن الحادث الذي تعرض له الجنود هو حادث متعمد، وكما نرى باريس مباشرة وقوات الأمن وهي تحيط بمنطقة الدس في محاولة لمعرفة ملابسات هذا الحادث الذي وقع منذ قليل لهؤلاء الجنود، وهو حادث متعمد كما يبدو، وإن كانت التحقيقات سوف تسفر عنه بعد قليل.
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن قوات التحالف الدولي لا تملك صلاحيات لتنفيذ ضربات في الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة. يشار إلى أن التحالف الدولي قد نفى المسؤولية عن قصف قوات للحشد الشعبي على الحدود ما بين العراق وسوريا، وهو القصف الذي أدى إلى سقوط أكثر من 100 ما بين قتيل وجريح بحسب بيانات للحشد الشعبي. قتل 29 مدنيا من بينهم 14 طفلا في غارات جوية شنها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في الساعات 24 الماضية في الرقة المعقل الرئيس للتنظيم الإرهابي. هذا ولم يعلق التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الغارة التي تسببت في مقتل وإصابة عشرات من المدنيين. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدد من الأهداف المتنوعة في قطاع غزة، وقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعا للمقاومة بغرب المدينة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 3 مواطنين بجروح جراء عملية القصف الإسرائيلي. قتل إرهابيا في اشتباكات ما بين قوات الأمن التونسية ومجموعات المسلحة بولاية القصرين بشمال البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني إنه قد تم القضاء على الإرهابيين الاثنين مع حجز أسلحة خلال كمين أصابته وحدات للحرس الوطني لمجموعة إرهابية بجبل بيرنو في ولاية القصرين، مشيرا لأنه لم يتم تحديد هوية الإرهابيين القتيلين اللذين سقطا إثر تبادل لإطلاق النار ما بين قوات الأمن والمجموعات الإرهابية. إلى اليمن، حيث كشف قائد عسكري في الجيش اليمني حدوث تصفيات وإعدامات ميدانية بداخل ميليشيات الحوثي وصالح في جبهة بيحان وعسيلان، وهي آخر المعاقل التي يتحصنون بها في محافظة شبوة بشرقي البلاد. أوضح قائد كتيبة الحزم العميد أحمد العقيلي أن خلافات حادة نشبت ما بين مشرف الحوثي وعسكريين موالين لصالح في جبهة بيحان وصلت إلى حد التصفية الجسدية لعناصر كبيرة في صفوف ما كان يسمى بالحدث الجمهوري الموالي لصالح. أكد العقيلي أن ميليشيات الحوثي قامت بتصفية 4 قيادات ميدانية موالية لصالح في الشهرين الماضيين نتيجة لخلافات حول إدارة المعركة. أظهرت نتائج أولية نشرت اليوم في كينيا تحقيق الرئيس المنتهي ولاية أوهورو كينياتا تقدما بارزا في الانتخابات الرئاسية الكينية، ومع فرز أكثر من 10 ملايين صوت حقق كينياتا 55% من الأصوات في مقابل 44 لمرشح المعارضة رايلا أودينغا بفارق يبلغ 1.1 صوتا بحسب النتائج المبكرة التي أعلنت من قبل اللجنة الانتخابية. يأتي هذا فيما أعلن أودينغا رفضه للنتائج التي أوردتها اللجنة بالانتخابات في البلاد بشأن ما جرى أمس الثلاثاء. اقتصاديا وفيما له علاقة بالبورصة المصرية، حيث ارتفعت مؤشراتها بنحو شبه جماعي في مسهل تعاملات جلسة اليوم وسط اتجاه شرائي سيطر على تعاملات الأجانب والعرب في مقابل اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين. وقد صعد مؤشر اي جي اكس 30 الرئيس بنسبة بلغت 0.6%، وتراجع مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.3%. ومعنا من داخل مقر البورصة المصرية مراسل أونلايف إبراهيم عزت. إبراهيم، أهلا بك، وكيف تبدو الأجواء لديك الآن في مؤشرات السوق التي صعدت فيما يبدو بنحو شبه جماعي؟ ترى ما التفاصيل ولماذا صعدت هذه المؤشرات اليوم؟ أهلا بك حسان. يعني بعد مرور ساعة ونصف من بداية التداول الجلسة اليوم بالبورصة المصرية، صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية، وتمركزت المؤشرات في المنطقة الخضراء. والسبب، وهو سؤالك لي في بداية هذا البث الحي، هو مدعوم بالاتجاهات الشرائية من العرب والأجانب. إذا تحدثنا حسان تفصيلا عن المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30، فقد ارتفع بنسبة 0.6% في المئة، مسجلا 13659 نقطة، وهذا الارتفاع بيقدر ب 22 نقطة من بداية التعاملات. أما المؤشر الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة
EGX 70 فقد ارتفع أيضا هذا المؤشر بنسبة 20% في المئة ومسجلا 719 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع بفارق نقطة واحدة من بداية التعاملات. إذا تحدثنا أيضا عن المؤشر الأوسع نطاقا EGX 100 فارتفع بنسبة 16% في المئة مسجلا 1619 عفوا بفارق 3 نقاط. إذا تحدثنا أيضا حساني عن مستوى السيولة في البورصة في هذه الأثناء تجاوز 100 مليون جنيه بإجمالي عدد عمليات 3319 عملية. أما عن عدد الأسهم المقيدة والذي يتم التداول عليها في هذه الأثناء هنا في البورصة هناك 115 سهما، هناك 60 سهما مرتفع و 19 انخفض، وهناك 36 سهما حافظ على محافظا على الثبات لديه. أخيرا أنشط القطاعات في هذه الأثناء البنوك، ويأتي بعد ذلك العقارات عودة مرة أخرى. نعم، هنا هذه القطاعات النشطة العزيز. وهنا ارتفاع شبه جماعي في البورصة في الأكثر من مؤشر أو سهم، هل هناك توقعات بأن تستمر هذه الارتفاعات الجماعية في المؤشرات بعد قليل؟ لأن الآن في بداية هذه الجلسة للتداول في عجالة. يعني بحسب الخبراء الاقتصاديين كما تعلم أن مؤشرات البورصة متذبذبة من الحين والآخر، ولكن نحن الآن في مستهل التعاملات، ربما في الخدمة الإخبارية في منتصف التعاملات النشرة القادمة يتغير الوضع كما هو، سنتابع معكم في الخدمات الإخبارية. انتظرك إذن في نهاية جلسة الختام. إبراهيم عزيز أشكرك من البورصة المصرية، إلى هنا تنتهي معكم هذه الجولة الإخبارية، إليكم العناوين. اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على طاولة اجتماع الحكومة بعد إقرارها من المجموعة الاقتصادية. النظام القطري يسحب الجنسية من قبيلة كاملة بزعم اشتراكية في محاولة انقلاب سابقة ضد الأب حمد. وإصابة 6 جنود فرنسيين في عملية دهس شمالي باريس، والشرطة تؤكد أن الحادثة متعمدة.